خاصة ان هو مش مجرد انا قلت ما قلتش، انا فاكر ما فيش مش فاكر، ده هو عشان المسألة تؤلمه داخليا فأم صرح بها وعن عمد. فهنا يعني هل هذا موسوس ام مدرك ما هو ام ايضا ماذا؟ هذا محل استماع، لان محل هو استماع. ممكن يكون هذا ايضا من وسوسته، لا يدري ما يقول، ما هو انسان صحيح. موسوس وما يبقى بني على باطل فهو باطل. الحل ان ياتي هو والزوجه الى اقرب ولي الزوجه ولي للجنه الزوجه. فتوى او لاحد اهل العلم القريبين منهم، ولا بد ان يعرضوا المساله على. ويسمع من الطرفين. ايوه بارك الله فيكم. ربنا يعفو عنا وعنك يا اسماعيل. ابو احمد يسال عن الدعاء وقراءه القران عند القبر. نعم شيخي الكريم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله عليه الصلاة والسلام. عليه الصلاة أما والسلام. الدعاء عند القبر فقد ثبت عن النبي عليه الصلاة والسلام في أول عليه الصلاة الدفن: والسلام. استغفروا لأخيكم فإنه الآن نسأل. يسأل. هذا في أول الدفن. وثبت عن النبي عليه الصلاة والسلام أنه يعني علم الصحابة ماذا يقولون، علم أم المؤمنين عائشة ماذا يقولون عند الذهاب إلى المقابر، إلقاء السلام، يعني السلام على أهل الديار من المؤمنين والمسلمين، أنتم السابقون ونحن اللاحقون، اللهم اغفر لنا ولهم، أو اللهم اغفر لأهل بقيع الغرقد. فهذا دعاء، فهذا دعاء. أما مسألة قراءة القرآن عند القبر فهذه لم تثبت عن النبي عليه الصلاة والسلام أنه قرأ قرآنا أو أمر بقراءة قرآن، وإن كانت وردت آثار قليلة عن بعض السلف أنهم يعني إيه قرأوا قرآنا أو أمروا بقراءة سورة البقرة أو سورة الملك عند الدفن، لكن هذا ليس يعني موصولا إلى رسول الله عليه الصلاة والسلام، وبالتالي فالراجح هو عدم قراءة القرآن عند المقابر. نعم والله دكتور أعلم. متولي، صلى الله يرحم الجميع.